كما تشاهدون بهذه الصورة الآن، وصول أيضا أعداد من يعني الجيش العراقي لتأمين الساحة بشكل أكبر، بالإضافة أيضا إلى قوات حماية الشغب التي أيضا هي متعاونة الآن مع القوات الأمنية. إن تحدثنا مشاهدينا مثلا عن التنسيق بين القوات الأمنية والمتظاهرين، فالتنسيق هنا عالي في ساحة النسور، هناك تفاهم بين الطرفين خصوصا بعد التوجيهات التي صدرت من قيادة العمليات المشتركة، بالإضافة أيضا إلى التعليمات التي صدرت يوم أمس من قبل القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي بضرورة التعاطي المرن مع القوات الأمنية، بالإضافة أيضا إلى عدم استخدام الأسلحة وكذلك أطلاق العيارات النارية أو المطاطة أو أيضا أي الوسائل التي لربما تخالف التعليمات التي تصدر إلى القوات الأمنية، وأيضا تخالف يعني الدائرة القانونية للتعاطي مع المتظاهرين. فبالتالي نشاهد اليوم هنا اليوم القوات الأمنية هي لا تحمل السلاح إن كانت جيش وكذلك حتى قوات الشغب، وهناك تنسيق مع من يتواجد هنا في ساحة النسور من اللجنة التنظيمية، كون التظاهرة المتواجدة اليوم هنا مشاهدينا في ساحة النسور هي اليوم بتنظيم من قبل اللجنة المركزية لاحتجاجات تشرين، هي عملت خلال الفترة الماضية على ترتيب حدث اليوم، بالتالي المشهد هنا منتظم بشكل كبير ليس فيه تصعيد لغاية الآن.